صاف عاصمة ريكوردز بيك هم قالوا ها 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 ويني هالمستثمرين وروني الصف خنشوف بعيني يزيك اللي دونا بالبلف نسمع في المركز ضرب الكف والخف او قالوا فجأة البوليس ولا متربي ما عاد الشك في ربي البوليس ولا يصلي يخلي كاك الهم مخبي هاو قالوا سمعت البارح في الاخبار نبوس الغاز ولا تصطار باكول حليب ولا صطار حارة العظم ولا تصطار هاو قالوا بحلى رئيس الجمهورية التونسية متواضع لبس برنوس ما يحبش الفلوس ما يحبش يخلص 30 مليون شهرية لبس برنوس مضاد للغاز والرصاص برنوس قربان بالصوالي ظهروا في الدمالة ويني رجال الأعمالة كبتوا علينا بارك الله فيكم والزوالي قعد كل كورة بنسقيكم هم قالوا واسمعنا اما كذبوا عليكم هاو قالوا 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 ربي فضلنا المجلس التأسيسي الشعب قاسي يمه وخيتي وجعني راسي شياب تريك باركة على الكراسي هاو قالوا الاقتصاد بريك واموره في الشك مستقبل تونس علمي حك قدرة ربي غدوة الشعب الكل يخرج سياسي او قالوا باش يقصوا اربع ايام الشهرية هذه شهرية جاية بقدرة ربي باش تتفك او قالوا فلوس الفصفات ما تكفيش والعلوش سوم غالي خاطر ما ثماش حشيشة الحشيش كلاتوا عباد عايشة في الفخر كل بهايم والبقر البلاد باركة هدرة فارغة بالمجلس التأسيسي حلوا النقاش عن النقاب والقبقاب والخلخال والعقال ونساوي الزواو للي تاكل من البوبال حتى ولد الحوم العربي خليتوله في سم الارطال المسؤولين الكلها لابسة كوستيومات هذيك هيبة الدولة فلوس ماشية في الكراهب بولاد الشعب بيها اولى هاو قالوا ونس بلاد فلاحة الشعب مطيح سروال والحكومة تعمل في القفاحة هاو قالوا عندهم الحل والامور باش تولي فل تبع سارق حتى الباب الدار وسارق هسفليج القاصد ربي للمطار هاو قالوا يزونا من الاعتصامات والضربات الشي هذا مش في مصلحة البلاد هاو قالوا برشا حاجات جوج متونة بالكلام صح عليكم هاو قالوا واسمعنا اما كذبوا عليكم هاو قالوا 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 هاو قالوا